السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن الستيت فيدباك كنترول. الستيت فيدباك كنترول هو ان انا اصمم كنترولر للسيستم بمعلومية الستيت سبيس ريبريزنتيشن او بمعلومية الانترنال ستيتس بتاعت السيستم، والفكرة بتاعته اني اعمل فيدباك من الستيتس مش الاوتبوت لو كان عندي اكسس على الستيتس دهيت. السيستم في الستيت سبيس احنا عارفين ان المعادلة بتاعته x of k زائد 1 بتساوي a في x of k زائد b u of k، والy of k بتساوي c x of k، وده الشكل بتاعنا. ان انا عندي x of k زائد 1 هنا بيعمل لها delay تديني x of k، والx of k زائد 1 دي عبارة عن ال u مضوبة في ال b زائد ال a مضوبة في ال x، والx لما تضاف في ال c تديني ال y. الكنترول ابروتش اللي احنا عارفينه قبل كده اني كنت باخد فيدباك من الواي دهوت من الاوتبوت واطرحه من الريفرنس، وبناء على الايرور اطلع احسن هذا اصمم كنترولر يطلع لي الكنترول اكشن يو. هنا الفكره ان احنا عايزين نعمل الفيدباك بتاعنا من الستيتس، من الانترنال ستيتس، مش من الاوتبوت الكلي، وبالتالي يبقى عندي كنترولابيلتي اعلى على السيستم اني بتحكم في الستيتس ككل، لان معلومات الستيتس المختلفه هتديني معلومات اكتر عن الداينامكس بتاع السيستم. الكنترول بروبوزل بتاعنا ان اليو بتساوي سالب كي في اكس، الكي دي عباره عن جيم ماتريكس كي بتنضاف في الاكس اللي هي الستيت فيكتور بتاعتي ويحصل لها نيجاتيف فيدباك، يبقى ده الكنترول اكشن يو. طبعا الكلام ده بفرض ان البروبلم بتاعتي ريجوليتوري بروبلم، يعني الريفرنس بيساوي صفر. واتكلمنا قبل كده عن الفرق بين الريجوليتوري بروبلم والسيرفو ميكانيزم او السيرفو بروبلم اللي بيبقى فيها الريفرنس بيتغير وانا المفروض اعمل له تراكنج. في حاله اني بعمل نيجاتيف فيدباك بيبقى السيستم بتاعي في الكلوز لوب x of k زائد 1 بتساوي a x of k ناقص bk في x of k، يعني معناها ان ال a ناقص bk هي دي الكلوز لوب سيستم ماتريكس، وبالتالي تبقى الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي زد i ناقص a زائد bk اجيب لها الديترمينانت بتاعها. طيب الكلام دوت معنى الستيت فيدباك كنترولر اني بصمم الجيم ماتريكس بختار قيم k بحيث ان الديترمينانت بتاع زد اي ناقص اي زائد بي كي يساوي الديزايرد كاركترستيك ايكويشن. يبقى انا هيبقى عندي ديزايرد كرايتيريا للسيستم اصيغها لاماكن البولز في الزد دومين فتديني ديزايرد كاركترستيك ايكويشن الفا اوف زد اساويها بزد اي ناقص اي زائد بي كي اللي هي طريقه البول بليسمنت. مثال عندي ساتلايت، الساتلايت ده بيتحرك بيتحكم فيه موتور، وطبعا الموتور حضرتك بتديله تورك بيطلع تورك للساتلايت، وبناء على التورك الساتلايت هيبدأ يلف. فالبروبلم بتاعتي y of s على r of s بتساوي 1 على g s تربيع، الجي دي الانرجي والاس تربيع لان انا الانبوت هو التورك والاوتبوت بتاعي هو البوزيشن او الانجل بتاعت الساتلايت، فالعلاقة بين التورك وبين البوزيشن هو عبارة عن ايه؟ ان التورك ده بيتناسب مع الاكسلوريشن، التورك بيتناسب اللي انا بأثر بيه على الساتلايت بيتناسب مع الاكسلوريشن، والبوزيشن هو التكامل السرعة اللي هي تكامل الاكسلوريشن، فيبقى العلاقة بين البوزيشن والاكسلوريشن واحد على اس تربيع. طيب لو جيت امثل السيستم ده في الستيت سبيس هعمل ايه؟ هقول والله لو افترضت ان انا عندي اكس واحد هي البوزيشن واكس اتنين هي الفيلوسيتي، يبقى الستيت سبيس موديل بتاعي اكس اوف كي زائد واحد بتساوي واحد زائد تي اس واحد تي اس صفر واحد، دي الماتريكس ايه مضروبه في اكس اوف كي زائد تي اس تربيع على اتنين جي وتي اس على جي في يو اوف كي، والواي بتساوي واحد صفر x of k. طبعا الستيت سبيس ده عشان نفهمه نفتكر قوانين نيوتن للحركة. قوانين نيوتن للحركة كانت بتقول ان x اللي هو البوزيشن بتاع اي جسم بيساوي x نود
زائد V نود مضروبة في الـ T زائد نص A اللي هي الـ acceleration في T تربيع. والفيلوسيتي بتاعة أي جسم بتساوي V نود زائد A مضروبة في الـ T. تعالوا نطبق الكلام ده. لو احنا قلنا X of K زائد 1، X 1 هي الـ position و X 2 هي الـ velocity، فهلاقي ان السطر الاول 1 مضروبة في X 1 يعني الـ position اللي فات، زائد الـ T اللي هي sampling time مضروبة في السرعة اللي فاتت، يبقى بقى كأنها بقت X نود زائد TS في V نود زائد TS تربيع على 2 مضروبة في الـ acceleration. طب ايه الـ J ديت؟ احنا عارفين ان الكنترول انبوت ما هواش الاكسلريشن ولكن التورك، والعلاقه بين الاكسلريشن والتورك ان نقسم على الانرجي اللي انا هنا مديها لك باربع. طيب الستيت الثانيه اكس 2 اللي هي السرعه بتساوي ايه؟ لا تساوي شيء من البوزيشن، فعشان كده عندي صفر، بتساوي السرعه اللي فاتت زائد تي في الاكسلريشن، وبرضو عشان انا عندي الكنترول انبوت مش الاكسلريشن ولكن التورك، فيبقى هنا في واحد على جي. دي المعادلة بتاعتي. طب الاوت، احنا عارفين ان الاوت بتاعنا هو البوزيشن، ما بقسش السرعة، فبالتالي يبقى واحد صفر في الاكس اوف كي. ده السيستم بتاعي. عايز ايه؟ عايز اصمم للسيستم ده كنترولر، ستيت فيدباك كنترولر، بحيث اني احقق زيتا بتساوي 707 من 1000 وتايم كونستانت باربعة سكندز، علما بأن السامبلينج تايم كي اس بيساوي 1/10 سكند. طيب عشان نحل المسألة دي، أول حاجة السيستم بتاعنا لما عوض بتي اس بتساوي 1/10، وأنا عارف إن الجي باربعة، ألاقي إن الإكس أوف كي زائد 1 بتساوي 1/1/01 في إكس أوف كي، والبي هتبقى على علامة عشرية 0/0/125 و على معشوية 0/25، والواي هتبقى 1/0 x of k. ده السيستم بتاعي. أول حاجة أعمل تشيك للكنترولابيليتي، والتشيك للكنترولابيليتي معروف، بنكون الكنترولابيليتي ماتريكس بي اي بي اي تربيع بي وهكذا لحد اي ان ناقص 1 بي، وهنا من السيستم من الدرجة الثانية يبقى محتاج اي بي فقط. هلاقي ان الكنترولابيليتي ماتريكس بالشكل اللي قدام حضراتكم، لما نجيب الديترمينانت بتاعها هيطلع 625 سالب 625 من 1000 في 10 سالب 4، وده لا يساوي صفر، اذا السيستم كنترولابل. طيب ما دام السيستم كنترولابل يبقى اقدر اصمم له الكنترولر بتاعنا. اصمم الكنترولر ازاي؟ اول حاجه اجيب الديزايرد بولز. هنا هو مديني زيتا وتايم كونستانت، وانا عارف ان الزيتا والتايم كونستانت بيربطوا لي الديزايرد بولز في الاس دومين، فهنا ده في الكونتينوس في الاس دومين. S بتساوي سالب زيتا أوميجا N زائد أو ناقص J أوميجا N جذر 1 ناقص زيتا سكوير، والتايم كونستانت هو عبارة عن 1 على زيتا في أوميجا N، يبقى بالتالي أقدر أجيب الأوميجا N بتساوي 1 على تايم كونستانت في زيتا، يعني 1/4 في 707 من 1000 اللي هيطلع ب 35/100 راديان بير سكند تقريبا. طب أنا كده معايا الأوميجا ومعايا الزيتا ومعايا التاو، بس دي كلها تحدد اماكن البولز في الكونتينوس. ازاي احدد اماكن البولز في الديسكريت؟ عندي حاجه اسمها ار وثيتا اللي هي علاقه الاس والزد، بقى اللي احنا عارفينها ان الزد بتساوي اي اس اي اس اس في تي، يبقى الار بتساوي اي اس سالب زيتا اوميجا ان في تي اس، يعني بتساوي اي اس سالب 25 من 1000، يعني بتساوي 975 من 1000. والثيتا هلاقي انها بتساوي اوميجا ان في تي اس في جذر تربيع الواحد ناقص زيتا سكوير، وهتطلع في الاخر 25 من 1000 راديان اللي هي 1/4 ديجري، رقم صغير قوي يعني. لما اجي اجيب زد 1 وزد 2 بتساوي ار كوساين ثيتا زائد او ناقص جي ساين ثيتا، هلاقي ان هي الرقم بشيء زي ما حضراتكم شايفين دي اي دي ال ديزايرد كلوز لوب بولز، وبالتالي تبقى الديزايرد كاركترستيك ايكويشن الفا سي اوف زد، زد ناقص زد 1 في زد ناقص زد 2 بتساوي صفر، اللي هي هتطلع زد تربيع ناقص 1 و 94 او 94 زد زائد 951 من 1000 بتساوي صفر. المفروض الكلوز لوب بولز تكون تحقق الكاركترستيك ايكويشن ديت
ازاي اصمم الكي في طريقتين. الطريقة التقليدية اني والله طبقا للمعادلة دي اروح اعوض بالكاركترستيك ايكويشن زد اي ناقص اي زائد بي كي، وانا كله عندي بقيم مش هيبقى فيه مجاهيل غير الكي واحد والكي اتنين اللي هما يمثلوا الفيكتور بتاعي بتاع كي. يبقى انا بالتالي كل الموضوع اني اساوي المعادلتين ببعض اجيب قيم كي واحد وكي اتنين اللي تحقق لي اجيب قيم كي واحد وكي اتنين اللي هي تشكل الماتريكس بتاعتي وتحقق لي الريكويرمنتس. طبعا في طريقة احنا عارفينها اسمها إيكرمان فور بتسهل لي العملية مباشرة، بتقول لي اني لو انا عندي الفاي سي خلاص حددتها في قانون بقول ان الكي بيساوي فيكتور كله اصفار رو فيكتور كله اصفار ما عدا اخر عنصر بواحد مضوف في الانفرس بتاع الكنترولابيليتي ماتريكس مضوف في الفاي سي اوف اي. والفاي سي اوف اي هي اني اجيب الديزايرد كاركترستيك ايكويشن واشيل كل زد واحط بدلها الماتريكس اي. طبعا الكنترولابيليتي ماتريكس احنا عارفينها حددناها في اول المسألة، لو جبنا الانفرس بتاعتها هيطلع طبعا الانفرس تبديل عناصر القطر الرئيسي وتغيير الاشارات ونقسم على الديترمينانت. بعد كده الفاي سي اوف اي هي عبارة عن اي تربيع ناقص واحد علامة 94 او 94 في اي زائد 951 من 1000 اللي لازم اضربها في الايدنتيتي ماتريكس عشان هي سكيلر. هيطلع في الاخر اما احسب الحسابات بتاعتي الماتريكس بتاعتي اللي هي 16 من 10000 51 من 10000 0 16 من 10000 دي الماتريكس بتاعتي. يتبقى لي اني اضرب ضرب ماتريسيز عادي خالص 0 1 ده اول رو فيكتور مضروب في الانفرس بتاعي ام سي مضروب في الفاي في الالفا سي اوف اي، وما انساش ان اقسم على السكيلر اللي هو كان الديترمينانت بتاع الام سي. اما اجي احسب الكلام ده هيطلع في الاخر اني عندي فيكتور 64 من 100 و 2.8 من 1000 يعني كي 1 ب 64 من 100 وكي 2 ب 2.8 من 1000 كده. يبقى انا صممت الكنترولر بتاعي. طبعا في اغلب الاحيان بيبقى السيستم انت مركب عليه سنسور فانت تقدر تشوف الاوتبوت فقط، ما تقدرش تعمل عملية قياس لجميع الستيتس بتاعت السيستم، وبالتالي فكرة الفول ستيت فيدباك هي فكرة غير عملية بالشكل ده، لان انت مش بتقيس غير بعض الستيتس فقط او الاوتبوت اللي يمثل مثلا مجموع الستيتس او ايا كان. فطبعا بنلجأ لفكرة الستيت استيميشن اللي هو اعمل بريدكشن الاول بالستيتس والنيجاتيف فيدباك يبقى من البريدكتد ستيتس مش من الاكشوال ستيت. ده اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله اللي هي المره الاخيره. شكرا لحضراتكم.